معايا، والمفروض ان انا كده بعت رساله كده ظهر شعار معايا على الساعه. تمام، حبيت اخش على الرساله نفسها، بخش على انفو وبلاقي ان الرساله جات لي، بقدر اشوف بس الرساله من بره لكن تفاصيل او ارد عليها طبعا من الموبايل. اللي في العرض حاليا هو الاصدار الجديد، عليه اوفر بسعر كويس بالنسبه للاصدار الجديد. الاصدار القديم هي قصه الاختلاف في مكان الشحن، نخلي بقى الاصدار القديم ده على جنب ونشتغل على الجديد دلوقتي، ونشتغل مع بعض الساعه بدوسه مطوله على مكان البصمه ده وهتشتغل معانا. في الساعه ام اس سي ده السيم الجديد بتاعها، تمام، السويتش الخطوات وضغط الدم والادوات الرياضيه، تمام، والانفو ومور. يلا نبدا مع بعض كل حاجه مع بعض. اول حاجه شكل الساعه مثلا مش عاجبني، حابين نغيره، بخش على القائمه باللمس عن طريق المكان بتاع البصمه ده اللي هو واضح كده ده، تمام، وبخش على قائمه مور، ضغطه 3 ثواني، هنقل على القائمه، هلاقي اباوت عن الساعه والسيم، هضغط على ضغطه 3 ثواني، فتح معايا السيم ده اول شكل، تمام، ده ثاني شكل، وهتلاقي الخطوات من تحت، تمام. الشكل الثالث ما هو نفس الشكل الثاني بس الديزاين بتاعه مختلف، يعني التاريخ تحت والخطوات في النص والساعه فوق، وده الشكل الاولاني. يعني عندنا 3 سنجات في الساعه دي، فانا مثلا الشكل اختار اضغط عليه ضغطه مطوله 3 ثواني وخلاص كده. هرجع بقى ريتيرن لشاشه، في شاشه البدايه ان السنسور اللي انا اخترته للساعه هو اللي موجود، تمام. طيب هنا بيحسب لك خطوات اللي انت مشيتها، تضغط عليها برده ضغطه مطوله و هيقول لك كم خطوه انت مشيتها وكم كيلو انت قطعته وحرقت كالوريز قد ايه. تضغط على ريتيرن دي 3 ثواني هيرجعك للقايمه من بره تاني. هنا ضربات القلب ومرفق معاها ضغط الدم، في الاصدار القديم هتلاقي ضغط الدم لوحده وضربات القلب لوحدها، فانت هنا تضغط ضغطه مطوله 3 ثواني يبتدي ان هو يشتغل، وتلاقي السنسور اللي ورا اشتغل. طبعا بتكون لابسها في ايديك وبترفع ايديك ناحيه القلب وبتستنى النتيجه انها تظهر. نجربها مع بعض. هنا كده طلع لي النتيجه، هنلاقي الاختيار بعد كده اللي هو موشن، نضغط عليه اللي هو الحركه، يعني هتلاقي فيه كذا حاجه جوه، الخطوات والاسكيب اللي هو انت بتنط الحبل، والتمارين الرياضيه اللي هي القعده، وترجع تاني ريتيرن، تمام. الاختيار بعد كده اللي هو الانفو، تضغط عليه ضغطه مطوله وبيقول لك فاضي. الانفو ده بقى بيظهر لك فيه ايه؟ اي اشعار جاي لك على الواتساب، على الماسنجر، على الفيسبوك، الاشعارات كلها اللي بتيجي على موبايلك بتظهر هنا بس لما تكون عامل لها كونكت على الموبايل، تمام. نضغط على مور، هنلاقي اباوت وسينز، لو حبينا نغير سينز زي ما وضحنا، لو حبيت تقفل الساعه ولو حبيت ترجع تاني. ده كده كل الاوبشن اللي موجود في الساعه، تمام. رجعنا تاني للبدايه، تمام. طيب وضحنا الشحن، تمام. الساعه دي بقى ازاي اربطها على الموبايل؟ نرجع للكتالوج هنلاقي، فانت هتعمل سكان للكيو ار كود ده، تمام. طبعا لو ما عندكش البرنامج فاحنا كده كده هنعرفك اسم البرنامج في الفيديو، هنشغل الكيو ار كود و طلع لك اسم البرنامج، هتقول له جو تو ويب سايت ويفتح معاك الابلكيشن الخاص بالساعه اللي هو الفيت برو، تمام. هتقول لك داونلود من جوجل بلاي، طبعا اي حاجه على جوجل بلاي دي امنه بنسبه 100% لان مش هيضر موبايلك، تمام. وتعمل اوبن للبرنامج، ده شكل البرنامج. افتح معانا الواجهه دي، ازاي بقى تربط الساعه بالبرنامج؟ هنلاقي شكل البرنامج كده، ستيبس وكل حاجه زيرو لان انت مش عامل كونكت مع الساعه. طيب هنيجي في الاختيارات اللي تحت دي، هنخش على ست و الاختيار اللي فوق، هيعمل سكان فايند، يعني هيلاقي ان الساعه موجوده اللي هي دي، هتضغط عليها هيقول لك ترايت كونكت، وهتستنى لحظات لغايه ما يعمل كونكت. كده هو عمل كونكت ازاي؟ بتلاقي علامه البلوتوث ظاهره فوق هنا كده في الساعه زي ما هو واضح، العلامه اللي هي ديت. فكده انت الساعه والموبايل بقوا واحد، تمام. وكمان هنلاقي ان التاريخ والوقت اتظبط، نفس الوقت اللي في الموبايل هو اللي على الساعه، والخطوات طبعا زيرو احنا لسه ما مشيتش بيها، تمام. ونفس كل حاجه، هتلاقي الكالوريز وكم كيلو انت مشيته وكل الاوبشن اللي موجوده فيها. طيب وبرده مونشن موجوده، حبيت تعمل ستارت لاي حاجه برده هي نفس الاوبشن ونفس الحاجه، بس لازم تكون لابس الساعه طبعا فيه. تمام. في اوبشن حلو قوي في البرنامج ده، لو انا مش لابس الساعه وسايبها في البيت ومش لاقيها، تمام، فادوس على كلمه فايند، هو هيخلي الساعه اهي بتهز في ايديا، تمام. فانا كده لقيت الساعه، تمام. طيب ريموت تو تيك فوتوز، يعني انا لو حبيت ان انا اصور عن طريق الساعه، تمام. ازاي بقى فعل الاشعارات تظهر لي على الساعه؟ تمام، هخش على اختصار ده وجرو زي ما انت حابب، عايز برنامج بس واحد تقدر تعلم عليه، عايز الكل تعمل كل الاوبشن كده ان انت تعمل كده، وبقيه البرامج كلها هنا، المكالمات والرسائل انا فعلتها، ومثلا ايه الواتساب فعلتها، تمام.
ده كده انا فعلت اي اشعار هيجيلي على الواتساب او الرسائل او المكالمات هيظهر لي هنا على الساعه. دلوقتي انا بجرب ابعت من موبايل تاني على الواتساب للموبايل اللي معايا، والمفروض ان انا كده بعت رساله كده ظهر اشعار معايا على الساعه. تمام، حبيت اخش على الرساله نفسها، بخش على انفو وبلاقي ان الرساله جات لي، بقدر اشوف بس